كتير ودايما مش هتعرف تطب بصراحه. يعني بتوع الطب اصلا هم يعني حتى لو جيت حتى تقول مشتركه لما خلص المسافه بيعجب جدا يعني. فانت دايما كليه تجاره جوه ده خلاص. ما تنساش الكانسر اوف اسوفيجاس مع الفار العنيد اللي هو الريكتين ابينس، ده معناه ان في اكل. افتكر الكلمه دي كويس قوي، الساين اللي هنا الريكتين ابينس لان في لك الايه في الامتحان. وعلى فكره الكانسر بشكل سهل هيجي لكم في قلب الجراحه العامه، هيتعاد تاني بس عايز نخش الشهر هيعدوه كده وهيجي لكم في الامتحان فافتكروه من الامتحان. افتكر الجاسترو سبير ريفلكس، انا بيهمني الريفلكس ده الافكت بتاعه في الاي ان تي. افتكر كده ريفلكس بيرسي مش بتاعي ده بتاع البطن، لكن انا لما اجيب لك سؤال في الامتحان واحب اجيبه دايما لانك انت بتكون زهقت. ما انا هجيب لك حته انت مش مذاكرها طبعا، انت تقعد تقرا في الدرس جاي وبعد ترجع لك الصفحه وتكون زهقت او حتى لو بتحفظ كده. فاللي يجي يذاكر يوم الامتحان يذاكر من ورا اليوم يذاكر بالعكس يذاكر كده. وشافوا يا دكتور على الايه على النوز. وبعدين انتوا المفروض تكونوا عن كده، وفي حد مصدق دكتور؟ وبعدين يعني معروفه في الكليات الثانيه لما اقول لك دي جاي اهو ماشي. افتكر بس الجسر والسؤال. طب كده كويس كده كويس. السؤال ده هيجي بقى بتحشيشه ليه بقى؟ لان في ناس حوالي انتوا كام؟ انتوا 70 بالظبط، في 210 مش جايين، دول يسقطوا. بص السؤال ده هيجي لكم كده الافكت بتاع مانيفستيشن. شوف بقى السؤال، شوف السؤال بيقولوا ايه؟ اوتو لارينج مانيفستيشن، لكن انا اجيب لك اي ان تي او اير مانيفستيشن او نوز مانيفستيشن او لارينج مانيفستيشن اوف جاسترو سبير ريفلكس. بس انا عاوز بقى واحد في قلب اللجنه يقول لي ما خدتوش هعلقه، لان ده عارف ما وصلش. هيوصل للاير، هيوصل للاير ازاي؟ فهمت بيقول هيوصل للاير ازاي ده؟ وريه نفسه هيوصل للاير ازاي؟ مش هو وصل للارنكس؟ ويت عشان بس مش هو وصل للارنكس كويس؟ ايه يمنع ان هو يوصل للنيزو فارنكس؟ ولو وصل للنيزو فارنكس خلاص يجي له صوت يبتدي هو